السلام عليكم. اليوم فيديو جديد ومعلومة جديدة. عندنا الكادي هذا 2014 فيه بروبليم في لي فيتر الكتريك، عنده الفيتر جيت الباساجي ما يخدمش. راح نشوفو لو بروبليم وين راه، اسكو في لي فيل ولا في السويتش، بطريقة يعني كيفاش نقولو جديدة وطريقة تسهلنا عملية التشخيص ونختصرو فيها الوقت. قبل ما نشوفو كيفاش راح نشخصو، نشوفو الشيما الكتريك وعليها باش نشوفو البرنسيب تاع الفونكسيونمون تاع السويتش كيفاش راه يخدم في الفولكسفاجن. اول حاجة راح ندخلو التطبيق كارمن اس تي دي اللي فيه الشيما الكتريك غني عن التعريف. حنا نروحو فولكسفاجن، ندخلو كادي، نروحو كادي من 2010 2015 باسكو 2014 فوالا. راح نشوفو بادي اند اكسسواريز، نروحو ليها، نروحو نشوفو كونفينينس سيستم فوالا، نروحو كاين ويذ الكتريك ويندو ريجليتور، ويذ نو الكتريك ويندو ريجليتور، نروحو ويذ الكتريك ويندو ريجليتور اللي هي ليفيتر الكتريك. شوفو فروم اوغوست 2010 من 2010 وطلع، كليكيو عليها، نروحو نبداو نشارشيو في الشيما ونحوسو على جيت الباساجي، يعني دور باسنجر، فرونت ليفت ويندو ريجليتور سويتش، فرونت رايت ويندو ريجليتور سويتش ان درايفر دور، يعني جيت الكونديكتور. نروحو نشوفو جيت الباساجي، ويندو ريجليتور سويتش ان فرونت باسنجر دور. فوالا كي نجيو نشوفو هنا نلقاوها او 107 ويندو ريجليتور سويتش ان فرونت باسنجر دور. صح كي نجيو نشوفو عندنا جي 387 اللي هي نجيو نشوفو هنايا ديشيفريو، هذه نلقاوها فرونت باسنجر دور كونترول يونيت، يعني اللي جايه في الباب تاع الباساجي. هنايا واش كاين؟ هنايا عندنا او 107 اللي قلنا هي السويتش، والال 76، الال 76 بوطون اليمينيشن بالب يعني ليد. مهم هنا عندنا ليمونطاسيو لي تاليمونتي ليد، هي نفسها لي تاليمونتي السويتش. صح السويتش كيما رانا نشوفو كاينه جهه السويتش هذا واش فيه؟ فيه 4 بين، فيه الا والدو والكات اللي فيهم لي فيل، والتروازيام نلقاوه فارغ. صح مثلا الا فيه موا، والدو فيه بليس لي اليمونتي ليد، عندنا الكاتريام اللي هو الروتور تاع الموا باش يكمل السيركوي الداخل في الموديل. هنا السيركوي هذا باش يكتمل كيديرلو هذه الجهه عنده دو ريزيستونس، يبين لنا باللي كان ريزيستونس، وجهه فيها ما فيهاش ريزيستونس يعني تكون شغل كل سيركوي ديريكتومون. حنايا هذه في الحاله هذه واش حنستعملو؟ نستعملو بوتونسيومتر. خطرات نمدو مثلا ريزيستونس تكون زيرو ولا بريسك زيرو، وخطره تكون ريزيستونس فوق الان اوم. صح باش نعاودو نشوفو المشكل اسكو راه في لي فيل ولا في السويتش. كي نشوفو حنا البرانسيب دو فونكسيونمون، نشوفو هذا الشيما نعرفو كيفاش راه تخدم، ومنها ننطلقو في التشخيص. شتو ها دي كيلو بوتونسيومتر فاريابل، صح نديرو بين ليكستريميتي تاع البوتونسيومتر هنايا وتاع النص. صح واش عندنا؟ قلنا هذا الا الابيض هذا الاول اللي حلفلو هذيك، هذا الا دو طروا الكاتريام، الكاتريام ها هو الراه طاير تاعو. بصح المشكل مش في لافيش، مش في هذا المشكل، على بالنا بلي لافيش رايحه، بس صح المشكل وراه راه داخل في. احنا كيفاش ناكدو بلي مش مشكل مش في الخيوط؟ تستيو بالبوتونسيومتر. صح واحده من الاكستريميتي نديروها في الخيط اللي جاي في الكاتريام، مثلا في الكاد يعني نديروها في الكاد على حساب الشيما، واللي في النص نديروها هنايا في البروميير تاع النص. صح دوكا هذا يخدم، هذا الداخل في البوطون هذاك اللي يخدم فيه دي ريزيستونس، قال لك يكون ريزيستونس مثلا قل من ريزيستونس الفلانيه يهبط، اكثر منها يطلع. شوفها شوف هبط،
سيد حق واحد من السؤال دي اكثر ها يهبط كي نديرو ريزيستونس يطلع. ها هو المشكل والله في الكراك، شايف الكاكير تاع الماء.